الآن ما هو المطلوب من الشعب الجزائري لإسقاط رموز النظام الفاسد الباقية وإسقاط الباءات الثلاث وتحقيق انتصار لهذا الحراك وتكليله بنجاح كبير؟ ما هو المطلوب باختصار لو سمحت؟ باختصار شديد المطلوب رفض أنصاف الحلول، رفض التفاوض، لأنه من يفاوض على حقه مجرم في حق نفسه. الآن لا تفاوض، لابد من رحيل العصابة الحاكمة كلها بلا استثناء وإعلان الجمهورية الجزائرية الثانية وفق وعلى أساس بيان أول نوفمبر، الجمهورية النوفمبرية وفق ما جاء في بيان أول نوفمبر.